السلام عليكم، انا رجعت لكم على غسيت اللي قلت غادي نشاركها معكم. دابا انا وجدت هنايا عندي سباكيتي ديالي كتسلق، درت هنايا بصيله قطعتها، درت عليها الكريفيت، درت الثومه كما كتشوفوا. غادي ندير سباكيتي كريفيت صوص غوزي شريتو علاش؟ حيت ما عنديش الوقت نوجدو في الدار، راكم عارفين مع الخدمه اكسيتيرا، دونك قلت غادي ندير داكشي مزربي. اولا غوسيت اللي بغيت نشارك معكم كثر هو ديال المول، ليمول. تشرو ليمول كتغسلهم مزيان، انا غسلتهم مزيان 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 مزيان، اللي خايبين كتتحلو بحال هكا، تشوفوهم محلولين. هذوك اللي تتحلو يعني انهم خاسرين، دوك اللي تبقاو مسدودين بحال هكا عرفوهم مزيانين. درت ليا هنايا الزويته بلديه ديالي، غادي نزيدو عليها بصله، تديروا بصله بالكثره، سمحوا لي نقلبكم شويه. كديروا البصله، درت انا على جهد 4 ديال البصلات كبار اللي درت، دونك كتزيد عليها الثومه هكا قطعها، درت انا درس كبير ديال الثومه الحمراء، ودرت الزيت البلديه بلا ما ننسى، درت الزيت البلديه. دابا غادي نزيد ندير عليها البزار، ونديرو الملحة، غادي نخليهم يتشحروا شوية، نسد عليهم نخليهم يتشحروا شوية. مارلي دونك نخليهم يتشحروا شوية، نديرهم هكا في واحد 250 هكا قبل ما يتشحروا شوية. من بعد غادي نلوح ليمول ديالي ونزيد عليهم لا كريم كويسون ل 35%. دونك نشوفو السباكيتي ديالنا واش طاحت. طابت. الو لا فيزيت، دونك هنايا خليهم حتى هما يتشحروا، سد عليهم خليهم شويه يتشحروا. بيد ما توجدنا السباكيتي ديالنا وتشحر ليا شويه البصله مع القامه ونزيد على المول، انا راجعه معكم الفيديو الثاني ان شاء الله. هانا نكمل معكم الفيديو ديالي من بعد ما تشحرت لي البصله والثومه مع البزار الملحه، دونك لي مول ديالي ها هما، غادي نلفهم او حركوا هذا الشيء، نقصوا شويه حتى ميلونجيو كل شيء هكذا مع البصله.